أعلنت البحرية الأوكرانية رسمياً على مهاجمة ميناء بيردينياسك، والمستهدف فيه هي سفينة أورسك مشروع 1171. ويلاحظ أن انفجاراً على مستوى المحروقات حدث فيما الميناء لم يكن معروفاً مطلقاً بهذه المواد البترولية، وهو ما فاجأ الجميع. وننقلكم النص من الأوكرانية للتأكيد على هذا المعطى. وفي طبقان الروسي نرى رواية الروس بأن هناك حريقا هائلا اندلع في أورسك، وهناك انفجارات متتابعة. في هذه الأثناء تواجدت كل من سفينة واحدة من مشروع 1171، والمقصود أورسك بطبيعة الحال، وسفينتين من مشروع 775. ولم يبق في أورسك أي شيء، فيما الحريق أصاب سفينتين من مشروع 775، وكشفت عن محتويات هذه الناقلات من ناقلات الجند هي البي تي آر 82A. إن سفينة الهبوط الخاصة من فئة أحواض النقل البرمائية من فئة إيفان غرين لا تزال فقط في الخدمة منها ثلاث، وهذا يعني أن أهم خصائصها خزاناتها، وقد دخلت عليها تعديلات من طراز بورنوكني البولونية، ومخابرات بولونيا هي التي تتحمل في نظر التحقيقات الأولية هذه العملية الخاصة ضد أورسك، خصوصا أمام تقديرات بوجود ما يسمى ب الغام. سبق أن ذكرنا بعض تفاصيل تقنية لهذه الألغام. وطالبت البحرية الأوكرانية من أوكرانيين على ظهر هذه السفن الرجوع إلى بلادهم، وقد نقلوا ولاءهم لروسيا، وطلبت منهم إغراق السفن، خصوصا من ساراتوف، القبطان من الصف الثاني فلاديمير كرامشينكو الذي أصبح مع روسيا منذ 2014، وقبلها قاد سفينة غروفورغراد والمسمات اليوم يورو أوليفرينكو، والثاني هو بافلوف يوري، وكان قبلا على السفيرة قسطنطين أورشانسكي. يقول البيان الذي وجد على هاتف هذين الأوكرانيين الذين أصبحا إلى جانب روسيا: لكم الفرصة في أن تنظفوا وعيكم وروحكم بإغراق هذه السفن، وإن لم يكن فالرد سيكون، وسنعرف بعد قليل ماذا هناك. ونشرت توب كور إلى جانب أورسك هناك أيضا كيسار كونيكوف وأيضا نوفوتشيكاسك، وهما من 775، هذا المشروع المعروف. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في البداية كان القصف بالصواريخ، هكذا بالحرف كانت بيانات تداولها أكثر من موقع، وأيضا بالنسبة للديفنس إكسبرس الأوكرانية وغيرها، كان هناك قصف بالصواريخ مباشرة. وبعد أن نشرت الرواية الروسية أصبحت الضربة جوية من أوكرانيا، وإلى الآن ولدينا الوثائق بأن هناك بيان فيه صواريخ وبيان أوكراني آخر فيه ضربة جوية. والسؤال المطروح: ألا يزكي هذا أن السيناريو هو السيناريو بالأساس للألغام؟ هذا هو الاصطلاح الوارد، إنما أمامنا في سيناريو الألغام أن هناك شيء مركزي وأساسي. الميناء الذي قصف لم يكن فيه ولم يمارس فيه أبدا أي حالة إنزال لاستيداع لمواد بترولية، ومحرمة فيه المواد البترولية التي انفجرت الآن. إذن هذا الميناء لم يكن مؤهلا لاستقبال المواد والمحروقات. وبعد ذلك هناك معرفة كاملة بوجود 420 لغما على الأقل. إذن الأمر
في حالة إنزال المواد البترولية من الصعب جدا أن نؤكد سوى على نوع من المغامرة، مغامرة نقل مواد بترولية في ميناء ليس لديه بنية تحتية على الإطلاق تستقبل المواد البترولية، وفي نفس الوقت هناك استقبال لمثل هذه المواد. إذن هذه النقطة الأولى التي تطرح ألف إشكال. المسألة الثانية أن هناك وبالدليل وبالصور وبمنطوق المكالمات هناك طلب مباشر من الأوكرانيين تجاه شخصين، تجاه أوكرانيين، تجاه قبطانين من الدرجة الأولى. عندما يتأكد هذا على وجه التحديد نرى أن هناك إمكانية لعمل بتفجير من الداخل، يعني أن أورسك وغيرها كانت تعمل، كان يعمل فيها على الأقل أوكرانيان مذكور اسمهما، وأنهما لم يرغبا في أي رجوع باتجاه أوكرانيا. ومن 2014 وليس الآن، المعضلة أن هناك قائد بحري من 2014 هو الذي على ظهر أورسك، وهناك أيضا قائد ل775 من مشروع 775. هذان المشروعان مختلفان، وهذه الأرقام قد تؤكد ما هو المشروع وكيف، أي الطراز. هناك مشروع وطراز، فعندما نترجم مشروع عن الروسية فهو الطراز عن اللغة المترجمة عن أسلحة الغرب. إذن أمامنا مشروع أو طراز لا يزال يعمل بأورسك، فقد ثلاث سفن فقط للإنزال. إذن أمامنا ثلاث سفن، اليوم فقد الروس واحدة باحتراق كامل. فهل قام الأوكرانيون عبر هذين الشخصين الآن المعتقلين الآن، واحد جريح وواحد الآن تحت طائلة التحقيق، نتيجة وجود طلب مباشر نظفوا وعيكم وروحكم؟ هكذا كان من البداية، نظف روحك ووعيك. وهذا هو الذي جعل مباشرة من حرق هذه الأوراق، انظروا إلى ذكاء الأوكرانيين، لأنهم مجرد أن أرسلوا وبعد التفجير بدقيقة كاملة آنذاك، كان لتوريط هذين الأوكرانيين ودعوتهما إلى حالة إغراق كاملة لأورسك ولكل من مدينتين من طراز 775. إذن هذا الطراز أو هذا المشروع هو الذي يتأكد الآن أن محاولة إغراقهما لم تتم، لأن الأوكرانيين معا كان على ظهر السفينتين اللتين أحرقتا جزئيا. هذا هو الوضع الذي يمكن اليوم تأكيد عليه وبتقدير شاف، هو أن هناك اليوم أولا بالنسبة للغم ودرجات اللغم ومحاولة وضع اللغم أمام نقل مواد بترولية، فهذا يعني أن تكون هناك كارثة. المسألة الأخرى والأساسية جدا أن الرسائل التي هي اليوم قيد التحقيق في روسيا يتأكد من خلالها على التواصل أولا مع الأوكرانيين في 2014 الذين قرروا الذهاب ونقل الولاء إلى روسيا. هؤلاء لديهم اتصال والآن هم مفصولون، أغلبهم الآن مفصول، وهذا قرار سريع جدا من أجل تأمين هذه العمليات. إذن أمامنا سر كبير أمام الألغام في نقل مواد بترولية على وجه التحديد، هي التي خلقت هذه الكارثة. واضطراب الرواية الأوكرانية بين الصواريخ وما بين حالة الضربة الجوية يتأكد من خلالها أن ما جرى جرى حقا عبر عملية خاصة أشرف على تقنياتها كبيران من بولونيا
وهما من المخابرات البولونية. وبالنسبة للإجراءات لتلغيم لمزيد من تلغيم هذه الموانئ وتفجيرها في الوقت المناسب، سيكون دائما تحت قيادة بولونية وللنيتو. إذا الذي فجر الوضع هو عن طريق تفجير لغم، وهناك أربعة ألغام، لذلك انسحبت سفينتان بشكل مباشر ومن الخلف دون أي تقدم، لأن الجدار اليوم لم يستطع الروس تفكيكه ولا يزال يعمل إلى الآن. عندنا حوالي 128 إلى حدود اللحظة لغما، حول منها 60 باتجاه هذا الذي استطاع الروس تفكيكه، ودفعوا بالستين لغما إلى 62 لغما باتجاه البوسفور التركية من أجل تفجير سفن أخرى خصوصا تركية، فيما الذي تبقى في الجدار ولم يتمكن منه الروس بين 32 إلى 37. وهذه الألغام إلى حدود هذه اللحظة منها لغمين على أقل تقدير هما من كان وراء تفجير أورسك. لهذا فنحن حاولنا التدقيق بخصوص هذه العملية، العملية المدروسة وعبر ألغام، ونجحت هذه الألغام في الأداء بشكل عالم، لأنها ألغام بعضها لديه ألغام موجهة، وبالتالي فإن هذه الألغام الموجهة إلى الآن لا يزال بعضها تحت السيطرة المباشرة للبحرية الأوكرانية. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.